كري المجرى المائي المجاري المائية في قضاء الكيف المدعوم من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID وضمن مشروع صمود المجتمع العراقي تعافي. نحن كمركز نينوى نقوم بإدارة هذا المشروع الذي تنفذه شركة القرش للمقاولات العامة المحدودة. تفاصيل هذا المشروع هي ثلاث مجاري مائية، واحد في تلسقف والثاني في بطنايا والثالث في تلكيف. المجرى المائي في تلسقف يمتد على طول 2750 متر من نهاية المجرى الصندوقي في القرية، إضافة إلى 150 متر في بطنايا و100 متر أضيفت إليها 100 متر أخرى لاحقا في تلكيف. هذا المشروع هو لتنظيف المجرى من القصب ومتراكمات السيول للسنوات السابقة، وأيضا لتنظيف مخلفات الكري للسنوات السابقة وحمل الأنقاض ومعالجتها في المناطق المخصصة من البلدية. اللي نطلب أنه من الأهالي أن يكونوا متعاونين في موضوع المحافظة على نظافة هذا المجرى، لأنه أولا وأخيرا يخدم أهالي هذه القرى وأيضا يحافظ على بيئة نظيفة وآمنة لأهالي هذه المناطق. مدة المشروع تمتد لمدة 21 يوم عمل، لكن من بداية المشروع إلى نهايته هو شهري عمل، لكن كتنفيذ من قبل الشركة هو 21 يوم. أدد يوسف إسحاق المدير التنفيذي لمركز نينوى لحقوق الأقليات.